ما بقبلش غير الأعمال المحترمة اللي بتفيد المجتمع. مظبوط. يعني بيتعرض علي حاجات ما بلاقيش فيها فايدة أعتذر، لازم أعمل الحاجة اللي فيها فايدة للمشاهد أو المستمع. إيش أكثر أكبر مخاوفك الفنية، وإيش الهم الذي تحملينه فنياً؟ بتخافي من إيش؟ إيش اللي يؤرقك أو يقلقك؟ يؤرقني أني أعمل حاجة لا تتجاوب مع ميولي وثقافتي للمجتمع. ما بقبلش أعمل أي حاجة تتوجه للمجتمع تتعارض مع ثقافتي أنا ومع تربيتي مبادئك وقيمك واللي أنا تعودت عليه. طبعا ست سميرة، بدي أقول كلمة إذا سمحتي لي. ريم، أنا بدي أهديك الحب للأبد مثل ما قال طبعا محفوظ عبد الرحمن، طبعا هاي العبارة الشهيرة اللي أهداك إياها. بدنا نقول لك شكرا على هذا اللقاء الجميل ريم، عن جد يعني هذا شرف إلنا تكون معنا الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز.